الجهوي واخا البارح مجلس الوطني صادق على تنحية جميع الأمناء العامين الجهويين، السادة أعضاء المكتب السياسي، زميلاتي وزملائي المنتخبين المحليين في مختلف المجالس على صعيد أقاليم جهة طنجة تطوان حسيمة. كان لي سعد مولاي ما تقول الكلمة طبعا، وأنا منتخب محلي مثلكم. أريد في البداية أن أعبر عن شجبي الشديد لما وقع سواء في بيروت أو في فرنسا. فما وقع يجعل مسؤوليتنا تزداد، وصعوبة التحديات المطروحة علينا في اجتثاث منابع الإرهاب من كل المواقع تزداد علينا أيضا، باعتبارنا مسؤولين ومنتخبين محليين، ولكن قبل ذلك باعتبارنا مواطنين مطالبين بحماية بلادنا ومطالبين بحماية كل القيم المشتركة سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. أنا سعيد بأن أخذ الكلمة أيضا لأننا نعتز بالنتائج الإيجابية التي حققها حزبنا سواء على المستوى الوطني بريادته لمختلف الاستحقاقات الترابية أو على المستوى الجهوي على اعتبار أننا الأكثر قوة في جهة طنجة تطوان، سواء من خلال ترقصنا لأزيد من 60 جماعة من أصل 150 معنا أزيد من الثلث، بامتلاكنا لأزيد من 1000 مستشار جماعي من أصل 3000 معنا أزيد من الثلث، وبترقصنا كذلك لخمس مجالس إقليمية من أصل 8. فنحن الأكثر قوة على مستوى جهة طنجة تطوان، وهي مناسبة لنشكر كل الذين سهروا طيلة مدة الإعداد والتأهيل للانتخابات الجماعية سواء من الأمانة الجهوية أو من الأمانات الإقليمية والمحلية، وكل المناضلين الذين كانوا وراء تحقيق هذه النتائج الإيجابية التي مركزت حزب الأصالة والمعاصرة كقوة سياسية أولى على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي. طبعا هذه المرتبة جاءت في خضم ديناميكية سياسية وتحولات سياسية قطع كاملين بعد دستور 2011 وبعد الربيع العربي الذي حاول البعض أن يحمل المسؤولية لحزب الأصالة والمعاصرة في كل ما راكم المغرب من مشاكل ومن صعوبات، واحتل المرتبة الأولى أيضا في ظروف كانت كل المدفعيات موجهة نحو الحزب، في ظروف كذلك والإشراف على الانتخابات من طرف خصمنا السياسي والإشراف على الانتخابات من طرف من كان يشكك في مصداقية وحضور حزب الأصالة والمعاصرة على اعتبار أنه تبوأ المرتبة الأولى في سنة 2009، وقالوا آنذاك بأنه الحزب أعطيت له المرتبة الأولى، ولكن سنة 2015 من القوة يقولوا لأنهم هم اللي كيحكموا، ورغم ذلك تبوأ الحزب المرتبة الأولى بنضال وكفاحية كل المناضلين في كل المدن وكل القرى وكل المناحي. فعلينا جميعا أن نعتز ونفتخر بهذه القيمة المضافة التي أصبح يشكلها الحزب في المشهد السياسي. توجنا كذلك على مستوى جهة طنجة تطوان بترأسنا لجهة طنجة تطوان، ولكن أيضا بترأسنا لمجلس المستشارين في شخص جهة طنجة تطوان حسيمة، وترأسنا أيضا لمجلس المستشارين باعتباره هو المجلس الذي يشكل نواة مختلف الهيئات المنتخبة سواء من غرف أو من مجالس محلية أو من جهات.
طبعا هذه المكانة التي أصبح يحتلها العلم تحتم علينا أيضا مسؤولية أكبر في الحفاظ عليها، مسؤولية أكبر في تمثيل المواطنين والاستجابة لطموحاتهم وتلبية حاجاتهم، مسؤولية أكبر في أن نكون فعلا قيمة مضافة من أجل المساهمة في تطوير بلادنا، ومن أجل المساهمة أيضا في بناء الصرح الديمقراطي الذي أصبح مهددا في ظل التحولات التي يعرفها العالم ويعرفها المحيط الإقليمي. كذلك مسؤوليتنا أكبر على اعتبار أنها أول تجربة في ظل دستور 2011 وما جاءت به القوانين التنظيمية، سواء تلك المتعلقة بالغرف أو مجالس الجهات أو مجالس أقاليم العملات أو الجماعات القرامية. القوانين التنظيمية الآن أصبحت أكثر وضوحا، ولكن أيضا هي سيف ذو حدين، فعلى كل المنتخبين المحليين أن يستوعبوا جيدا القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية للذين يساهمون في التسيير ويترأسون المجالس ويساهمون في الأغلبية، أن يقرأوا قراءة خاصة للقوانين التنظيمية، وللذين أيضا يتموقعون داخل المعارضة أن يقوموا بقراءة خاصة للقوانين التنظيمية. ولذلك اقترحت على الأخ أرمون عزيزين بأن تكون هناك لقاءات إقليمية، أيام دراسية لنستوعب جيدا القوانين التنظيمية الجديدة، حتى تكون تجربتنا في تدبير الشأن العام المحلي على مستوى مختلف الجماعات الترابية تجربة رائدة يمكن من خلالها أن نعزز حضورنا في المشهد السياسي، سواء في أفق سنة 2016 أو في أفق سنة 2021، لأن الآن أيام السنوات تمر بسرعة كبيرة جدا. كذلك كمنتخبين محليين ونشكل النواة الصلبة والحقيقية ودينام الحزب، سواء في الهياكل التنظيمية أو في تمثيليتنا للمواطنين، علينا كما قلت أن نعي جيدا التحديات المطروحة علينا كمنتخبين محليين، وعلينا كذلك أن نذهب نحو المستقبل ونطرح الأسئلة التي يجب أن تطرح كمنتخبين محليين، سواء على مستوى، رغم أنه ليس موضوع هذا اللقاء، ولكن علينا في اللقاءات المقبلة على مستوى تحالفاتنا، على مستوى تقييم ذاتنا والأخطاء التي نرتكبها أحيانا، وأيضا على مستوى تعزيز حضورنا في المشهد السياسي، ولكن أكثر تعزيز حضورنا إلى جانب المواطنين، على اعتبار أنه هي القاعدة الأساسية لكل حزب. فأين نجحنا؟ أين أخفقنا؟ على مستوى ترتيب التحالفات، على مستوى توسيع قاعدة المنخرطين، على مستوى توسيع قاعدة الأصوات، إلى غير ذلك من الأسئلة التي يمكن أن نطرحها في ما سيأتي في المستقبل من لقاءات تهم تدبير الشأن العام المحلي. أتمنى كذلك من الإخوة داخل المكتب السياسي أن تترجم هيئة المنتخبين لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تترجم ليس فقط هموم المنتخبين، ولكن أن تترجم للإخوان داخل المكتب السياسي هموم المواطنين في مختلف المناحي وعلى صعيد كل الجماعات الترابية. نريد من هيئة المنتخبين المحليين أن تكون فعلا قوة اقتراحية أساسية من أجل تعزيز حضور الحزب. فالأصوات اللي حصل عليها الحزب في سنة 2015 بتعطينا ما يقارب 90 برلماني في سنة 2016، وهذه مسؤوليتنا احنا، لأن الأصوات احنا اللي جبناهم، احنا اللي خصنا نحافظوا عليهم،
باش نشوفوا سنة 2016 باش تكون قوة حقيقية في الانتخابات البرلمانية. أكيد أنه نحافظ دائما على علاقاتنا المتواصلة مع الساكنة ومع المواطنين، سنحافظ على تصدرنا للمشهد السياسي وهو المبتغى الذي يريده كل المناضلات والمناضلات والمناضلين في حزبنا أسرى ومعسرى. أتمنى أن تكون هيئة المنتخبين قوة اقتراحية حقيقية خاصة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسنية. شكرا لكم وشكرا للسيد أمين عام.